ده برج الحمل صح؟ شو بتعرفي عن برج الحمل؟ عمري في حياتي ما اتعاملت مع برج حمل، تصدق الا انت؟ يعني في حياتي كلها ما قطعش عليها برج حمل. انت كمان بتحكي بالابراج؟ لا دينا دينا كتير بس لا بس يعني ان انا يعني عارفه شخصيات ناس كتير بس الحمل لا عمري في حياتي ما قابلتها. يلا اديني عرفتك على طول في اول مره. مين عقرب في حياتك؟ خي مايك. شخصيته عامله ازاي مايك؟ ايه الصفات يعني؟ رايق رايق يعني يعني عنده نظرة لقدام بس لا بالحقيقة هايبر بحب يروح يجي كذا كتير وحنون بس انك هايبر يعني انت بتشوف نفسك هايبر عنه كتير عند خيي؟ ايه الراجل اللي عقرب صعب معروفه كريم كريم انت ما بدك قوله كثير فليت يعني هذا فليت فلوت هيك قوله انا شبهه ولا غير بعض الشخصيه مختلفه انا وياه لا انا انت وياه انت عقرب ما بعرف كيف بالحياه العاديه برا يعني يعني مش ما تعاملنا ثلاث شهور شفتيه في كل اوضاعي تقريبا حتى شفتيه وانا يعني مش وانا متعصبه شفتني وانا مو غير خيلة عمرك ما بتيجي متعصبه عمرك ما كنت بتيجي متعصبه دايما انا الوحيده اللي متعصبتش مره واحده بس اتعصبت عليك لا غير خير غير كليا بتعرفي ناسي حتى كيف ناس البيت ناس كل شيء ناس ايه؟ ناس البيت ناس كل يعني هو من بعد ما اطلع من هون هو هيدي شهادة الجامعة هي تاني شيء بدي هي أول شيء بدي أفكر فيه أول شيء هلا شغلة وأكيد وبدي أتوسع هذا شيء اكيد بس انه مو بعرف ما نقدر افكر بشيء اصلا ما نقدر افكر بشيء لا شوف لعبة تلاقي برا حياتك حلوه كثير وهتلاقي في ناس بتفكر لك كثير تلاقي كل حاجه في مليون حد خصوصا في الستار اكاديمي بحس المقاييس مختلفه يعني خصوصا هنا بحس ان ممكن واحد يخرج في البرايم عاشر مثلا ويحقق نجاح اكتر من اللي واخد اللقب هو حسب ما واحد قديش بيشتغل على حاله كذا صرت نعمل الناس بره حتى لو حقيقي حتى لو مش صوتك مش واو ما تفهمش بقى تبقى كل حاجه مجتمع لا لا كيف هي بتحب الشخص كيف بتشوفه كيف فان زين فان زين أنا كنت أنا قبل ما أجي كنت تصير أقول إنه كيف معقول يكون الشعور إذا كنا قليل جد وحياة الله إليك كيف حسيت هالثلاث شهور هيك قطعوا هيك ما بذكر شيء ما بتذكر أنا ما أعرفش إزاي طلعت يعني طلعت على المسرح 13 مرة وكل مرة بحس إني أول مرة 14 إيفال 14 إيفال بس يعني الإيفال رحبته أقل لكن إنك تطلع على الستيج 14 مرة هلا الاغاني بتتذكرين انه برايم على اكبر على اوسع مرة على الغنية ثلاث مرات بالجمعة على ستيج فهمتي قصدي؟ بس الجمعة بتقطع كده ايه الايفال تذكرين اذا فيك تذكر تذكر اخر ايفالين او اول ايفال انا فاكرة الايفال بتاع التليفون عشان كسرت التليفون ايه بتتذكري اشياء انه ايه عرفتي اشياء بس معظم الايفالات مش فاكراها فعلا الفكرة ولا فاكرة غنيت ايه ولا فاكرة عملت ايه ولا بخت الدنيا وفاكره يوم الاسامي كنت لعب معيط وقلت غنيتها وحش مدام كارلا قالت لي غنيتها حلو غنيتها كتير حلوه كانت
انت ذكر دينا جمعة الماضي قبل جمعة الماضي الحفلة تعملت هيدا الإيفال أي غير هوديك تبع هالوين وكل مرتضى ايه. أنا عمري ما هنسى أنا ومرتضى وعلي عمري ما هنسى في حياتي ميتها من الضحك أطلع على السلم وعلي بيشدني عشان نخش نكمل الإيفال قتلنا ومرتضى بصيت لمرتضى ودخلت معاه في الغنى هو كان لسه بيكمل اغنيته لخبطت طلعين من باب الايفال قلت له هيطلع معصب عليا فاهم سوري يا مرتضى وبتاع قال لي حبيبتي فديتك النومينيه وطلعنوا جميل جميل فديتك النومينيه اخر همه والله هو بجد كان اخر همه كل حاجه كان بقى معايا في الجنيه يقول لي اخر همي والله عسل عسل مرتضى كنا وقت نقع مع بعض انا رفيق هالليلة عم بدق أورج عم رحت أنا كنت أول مرة بغني مظبوط بغني مظبوط قدامه كل شيء يعني غنيت كل شيء مع كل شيء أنا بقراءتي إيه أما ضرب هيك على الأورج مش بدي أغني خي فتح الباب وطلع كان لسه في الأول؟ أول جمعة أول جمعة رفايل بجد علم مع كل حد من اول جمعه كان كل ما يسمع حد كانه مش معانا متسابق بيعمل رياكشن كانه فاجئ ليه بتذكرها لما كان جاي من السفر تركيا تعبانه مهنها عم بنغشي وبنعم كنت تلعب مع بالايادي ضربك فوف عم تعصب اتكسرت علي المنفضة اها حكيت ليه الموضوع ده ما زالت مني عارف منك على صحيح لكن بس انا لا سوري ما تزعلي مني ما كنت زعلان انا وياك بسبب كنت حب عصبها كنت حب سمك كنت حب عصبها يا مروان خلاص يا مروان عامل لي هيك لا اكتر حاجه فاكراها معاك يعني دايما كنت بلعب رضا كنت انت تقعد تتريق عليا ورا دايما يعني انت بجد من اكتر الاشخاص في الاول يعني كنا مثلا 18 بس فاهم يعني في مروان في دينا في عباس فاهم يعني بس في الاول كنت بحس ان انا كده يعني حاميه حالي باشخاص معينه ومبسوطه بيهم بعد لما بقى فكيت شويه واندمجت اكتر بطل عندك التفكير تصير اوبن مع الكل تصير ترتاح فاكره مره كنت مع استاذ ميلاد سالته قلت له انا بحس دايما اني عامله مساحه بيني وبين اللي قدامي غصب عني قال لي دي حاجه في شخصيتك عشان تحمي نفسك شويه بس بعدها بقى ما اندمجت مع يعني اكتر مع انيس ومع علي ومين كمان كنت انت طبعا كمان وعباس رفايل انا هو دايما يعني واخدين على بعض قوي بس ايه بس بحس ان انا في عالم وهو في عالم دايما مش بمهم بتلاقوا يعني يعني بشوفه بالصدفه في الاكاديمي بس من اعز الناس بجد عليا رافائيل لان كلنا رافائيل شخص بيعلم جواك انا بتعرف ما بعرف كون هيك يعني كون بعرف كون مساحه واحده مع الكل بس على طول عندي مثلا هلا دينا كثير هيك اثرت فيي كثير وحيه الله ما كنت بتخيل بحياتي قديش كنت هون اجي هيك ابرم وهيك اجي بس اطلع فيها هيك بحياتي كنت بتخيل قلت لك عشان انتوا الاثنين شبه بعض تقريبا نفس الشخصيه بس خبري انه ما بعرف لا لقيت حد يعني تفش فيه خلقك اللي هو يعني ما اعرفش كنت حاسكه في الاخر تفهمني ما بتطلع فيها بتلاقيها بتفهم مش انه مثلا انه مضطر انه هو مثلا
بجد عشنا مع بعض حاجات حلوه كتير. بس اسبوعين بقى كل ده يعني ما تعرفش ممكن اصلا نشوف بعض تاني ولا نشوف بعض بعد قد ايه؟ بعدين بتصير شغل هيدا. اذا عندك شغل هون تسالي، يعني مش انه انت ما بتسالي غصب عنك بتصير خبريه.